أولمبياد باريس 2024، الحدث الرياضي الأبرز اللي بيستناه العالم كله كل 4 سنين. أولمبياد باريس من المقرر أن هي تنطلق في الفترة من 26 يوليو حتى 11 من أغسطس المقبل. هنقول لكم شويه ارقام عن اولمبياد باريس 2024 بالاضافه للدورات السابقه، كل ده في اولمبياد في الارقام. 7 مرات هو عدد مشاركات منتخب مصر كره اليد في دورات الالعاب الاولمبيه. منتخب مصر كره اليد بيستعد للمشاركه الثامنه في تاريخه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. منتخب مصر شارك قبل كده في 7 دورات، وهي 92 96 2000 2004 2008 و2016 و2020. منتخب مصر كره اليد نجح ان هو يحجز مقعده في اولمبياد باريس 2024 بعد فوزه ببطوله افريقيا واللي اقيمت في مصر يناير الماضي، بعد فوزه طبعا على المنتخب الجزائري في المباراه النهائيه. اول ما نتكلم عن منتخب اليد يبقى بالتاكيد لازم نفتكر اكبر انجاز للعبه جماعيه في تاريخ العربي والافريقي في دورات الالعاب الاولمبيه. منتخب مصر كره اليد نجح في اولمبياد طوكيو ان هو يتاهل المربع الذهبي، وده كان انجاز ما نجحش اي منتخب عربي او افريقي ان هو يحققه قبل كده. المنتخب المصري نجح ان هو يكسر عقده الماكينات الالمانيه واللي استمرت 21 سنه ما كناش عارفين نكسب المنتخب الالماني في كره اليد، لكن نجح منتخب مصر كره اليد في طوكيو 2020 ان هو يفوز على المنتخب الالماني ويطيح به خارج دوره الالعاب الاولمبيه. رغم خساره المنتخب المصري في نصف نهائي اولمبياد طوكيو امام المنتخب الفرنسي وخسارته بعد كده امام منتخب اسبانيا في مباراه الميداليه البرونزيه، لكن اداء المنتخب الوطني لا ينسى في هذه الدورة. خليني أقول لكم أن مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024 مجموعة نارية. المجموعة بتضم الدنمارك، فرنسا، الأرجنتين، والمجر والنرويج. المنتخب الوطني يفتتح مواجهاته يوم 27 من يوليو امام المجر. لكن من المعلومات المهمه عن منتخب اليد في اولمبياد باريس 2024 ان هو يفتقد القائد التاريخي للمنتخب الوطني احمد الاحمر، واللي هيغيب طبعا بعد اعلان اعتزاله عقب اولمبياد طوكيو 2020. احمد الاحمر اسدى الستار على مسيرته الاولمبيه اللي امتدت 4 دورات اولمبيه. احمد الاحمر نجح ان هو يقود منتخب مصر في 4 دورات اولمبيه، ونجح ان هو يدخل نادي ال100، تصدر قائمه هدافي منتخب مصر في الدورات الاولمبيه برصيد اكتر من 100 هدف. لكن قائمه المنتخب مصر فيها العديد من النجوم، يحيى الدرع، يحيى خالد، محمد سند، علي زين، العديد من النجوم تحت قياده كارلوس باستور المدير الفني الاسباني، وده هيكون الظهور الاولمبي الاول للمنتخب الوطني تحت قياده المدير الفني الاسباني، واللي طبعا الاتحاد المصري لكره اليد كان تعاقد معاه العام الماضي. لكن تفتكروا هل منتخب اليد هيقدر ينجح ان هو يفوز بميداليه في هذه الدوره، ولا هنكتفي بالتمثيل المشرف؟